عام الأبوة السامية فنرى أنفسنا في حديقة زاهية عبقة بأريج آبائنا الأحياء منهم والأموات، ونحن الأولاد منا البار ومنا العاق، وهم لكلانا محبون وعن جهلنا متغافلون. وسرعان فقيدنا من عالم الآباء المجاهدين في سبيل عوائلهم، وسرعان ما تكون الأبوة متميزة إلى حد يستطيع صاحبها أن يقول أنا هنا، ويقول عنه الناس ها هو، فتعطي صاحبها تأشيرة دخول إلى قلوب محبيه وعارفيه ومعاشريه. فقيدنا من عالم لم يكتفوا بما حباهم الله